ينتقل مباشرة اللي احتل المركز الرابع. هناك الوصول والتقدم من مشكول هيجن. الرياسة يتقدم البارع ببراعته المميزة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. انتقل مباشرة مع المركز الخامس. وصل هنا وتقدم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة مع المركز الخامس. انتقل مباشرة مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس. وصل شعار هجن الرياسة وينطلق شاهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي قني دائما عن التعريف يتواجد في عملية التضمير والتدريب، بينما شاهين آخر يتواجد بشعار هجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التدريب والتضمير على المركز السابع والمركز الثامن. وصل وتقدم صوغان يسوق كلمات الناموس أيضا لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بن السهيل العامري على المركز الثامن، واللي احتل المركز التاسع وصل هنا سلهود في هذه اللحظات بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير مضمر الشرق الأوسط، بينما هناك وصل شاهين لهجن الرياسة ويتقدم راعي الذيبة في عملية التدريب والتضمير. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أيضا للعشر المراكز الأولى هنا أيضا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والفطاحلة من المضمرين يتقدمون هنا بأمال كبيرة ومميزة. أعود إلى الصدارة والمقدمة، أعود مع المركز الأول في هذه اللحظات. شاهين ما زال على صدارة هذا الشوط لهجن الرياسة ويتقدم راشد بن محمد بسم المنصوري في عملية التدريب والتضمير، ولكن شاهين ناخر من ياتي ويتواجد بشعار هجن الرياسة. يتقدم محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة مع انطلاقة شاهين. انتقل مباشرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات. وصل هملول، تدخل هملول والسلال الهملولية غنية دائما عن التعريف بشعار هجن الرياسة. يتقدم المضمر علي بن يميل الوهيبي على المركز الثالث. المركز الرابع شعار هجن الرياسة مع انطلاقة مشكور عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلي. والمركز الخامس مشك هناك شاهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التدريب والتضمير. هكذا خماسية الماسية تتشكل بشعار هجن الرياسة، تتشكل بالشعار الأحمر هنا أيضا. هنا الكل باحث عن الناموس، ولكن شعار هجن الرياسة غني دائما عن التعريف يتواجد هنا مع صلب المنافسة على الصدارة. أعود كما أعود دائما، أعود إلى الصدارة والمقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. شاهين هناك أيضا على الصدارة والمقدمة. شاهين على المركز الأول لهجن الرياسة، وهناك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن شاهين صامد هنا على المركز الأول. هنا التحدي والإثارة ما بين شاهين وشاهين بشعار هجن الرياسة، وهناك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وهناك راشد بن محمد بالسم المنصوري في موقع واحد في مسار واحد. ولكن المركز الثاني، الله يا سلام، المركز الثاني شوفوا القدوم هنا، شوفوا هذا العرض الجميل من طلاقة شاهين لهجن الرياسة. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هنا أيضا يتواجد مع المركز الثاني أو المركز الأول والثالث، بينما المركز الرابع هناك هملول لهجن الرياسة. يتقدم ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي. الكيلو الأخير دخلنا في هذا الكيلو الخطير هنا. أعود إلى الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. هناك شاهين، ما زال شاهين على الصدارة، ما زال شاهين على المقدمة لهجن الرياسة. يقود هنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن المركز الثاني بدأ التسلل على المركز الثاني في هذه اللحظات لشاهين لهجن الرياسة. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هنا بدأ يتسلل، يخطف الناموس هنا أيضا، يخطف هذا الناموس الجميل ويؤكد باختطافه مشكور يا أبو
محمد مشكور هناك أيضا على هذا الأداء الجميل والمميز هنا على المركز الأول المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة. بشعار هجن الرئاسة هنا يتواجد مع السلالة الشاهينية على هذا الناموس الجميل والمميز والمستحق دائما هنا. تهانينا تهانينا على فوز شاهين لهجن الرئاسة والمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هناك أيضا في عملية التدريب والتضمير. وصلنا في جولة الأوامر النهائية وصلنا أيضا مع الأمتال العرض هنا وأمتال السلعة هنا. تهانينا تهانينا على العموم من هذه اللحظات لشعار هجن الرئاسة وتهانينا للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول والمركز الثاني هنا. تهانينا على هذا التألق الجميل والمميز هنا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهائي مع المركز الأول والمركز الثاني شاهين وشاهين لهجن الرئاسة. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام وصل شاهين أيضا في هذه اللحظات لهجن الرئاسة أيضا نفس الشعار أيضا شعار هجن الرئاسة ومحمود محمد سالم الوهيبي. بينما المركز الرابع مشكول لهجن الرئاسة والمركز الخامس هملول لهجن الرئاسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الخمس المراكز الأولى. تهانينا لهجن الرئاسة ومشكور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول والثاني والثالث هناك أيضا في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. هنا التوقيت الزمني المرافق لشاهين 7 دقائق توقيت ممتاز 7 دقائق 40 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثاني 47 ثانية 8 أجزاء من الثانية أيضا لهجن الرئاسة وأيضا للسيد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثالث لهجن الرئاسة شاهين وأيضا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي 7 دقائق لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية 7 دقائق 49 جزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين مشاهدينا ومتابعينا.